فيما يخص دوري ابطال افريقيا. بكره نادي الزمالك عنده مواجهه قويه جدا ومهمه جدا مع نادي ابو سليم الليبي في الكونفدراليه الافريقيه. معايا عبر الهاتف الان الكابتن فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي ابو سليم الليبي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. مرحبا استاذ كريم، مرحبا كوتش. اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم. قول لي كيف ترى هذه المواجهه غدا ان شاء الله بين شقيقين الزمالك وفريق ابو سليم؟ والله بتكون مواجهه الاثنين بيكونوا يتباهوا، فما اما احنا نتباهوا ما نتباهوا. ابو سليم يعرف حرفيا انه الزمالك فريق قوي، لديه الان تدعيمات قويه جدا ولديه مدير فني جديد. مدير فني جديد دي حاجة إيجابية ليكم إنه لسه ما خدش على الفرقة، ولا حاجة سلبية إنه يبقى طموحه كبير هو ولاعبيه؟ لا كيف، نعرفوا نادي الزمالك، احنا نعرفوا نادي الزمالك بالليل، نعرفوا اللعيبة اللي فاتت، نعرفوا بالضبط، احنا نعرفوا نادي الزمالك. طيب كابتن فوزي، كان في كلام كتير عن فكرة إن المباراة لن تذاع تلفزيونيا، الوضع بالنسبه لهذه المواجهه بالنسبه لاذاعتها تلفزيونيا، عملتوا فيه ايه؟ خطواتكم كانت فيها ايه خلال الساعات الماضيه؟ لا لا، الساعات الماضيه تم باذن الله على غدا تنقل المباراه باذن الله على الساعه 5 بتوقيت الجزائر، وماشي الامور باذن الله. كان ايه المشكله اصلا يا كابتن فوزي؟ كان في حاجه فنيه، في حاجه فنيه، ما فيش في حاجه فنيه، فهمها؟ لكن الامور مشيت كويسه الحمد لله. غدا ان شاء الله، انا عارف ان المباراه تقام في الجزائر، ولكن تتوقع حضور جماهيري في هذه المواجهه؟ اكيد في حضور جماهيري قوي من الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا من ليبيا ومصر بيكون قليل يعني. باذن الله. شويه قليل يعني. كل الجزائر. باذن الله. الجزائر. بإذن الله. كابتن فوزي الحراري مدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.